مشاهدينا فقرة جديدة من فقرات مع الدكتور. خلينا كده نكون متفقين في الأول إن الحل الوحيد لمشكلة السمنة المفرطة هي جراحات السمنة، سواء بقى بتكلم على تحويل مسار أو تكميم المعدة أو ثنائي التقسيم. العمليات دي بالفعل أثبتت إن هي الحل الأمثل والوحيد للقضاء على المرض ده مدى الحياة. والحقيقة النهاردة مش جاية في السيجمنت أو في فقرتنا إن أنا أتكلم على كل ده مرة واحدة وكل العمليات دي وأقول لكم عنها وإمتى بنلجأ لها. أنا هتكلم على ممكن نقول الأشهر ما بينهم واللي تنفع لشريحة كبيرة جدا من المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، وهي تكميم المعدة. هنعرف مين الكانديدات، مين المؤهلين. طب عايزين نعرف هل هتنفع لكل البيشنت اللي عندهم مشاكل مصاحبة للسمنة المفرطة ولا لأ؟ كل ده هنجاوب عليه دلوقتي في السيجمنت، بس اسمحوا لي أرحب بالقيمة والقامة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور أحمد نبيل الحوفي، مدرس الجراحة العامة كلية طب جامعة عين شمس، استشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة المفرطة وعضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير والسمنة المفرطة. أهلا بيك يا دكتور أحمد، ومنور شاشة إكسترا نيوز ومنور البروجرام بتاعنا. أول حاجة بقى يا دكتور أحمد، أنا عايز أعرف تكميم المعدة ليه دايما بنقول إن هي يمكن أكتر واحدة بتنفع الشريحة الكبيرة من الناس، يعني ملهاش متطلبات كتير ومعايير كتير وستاندرز كتيرة لازم يمر بيها البيشنت عشان يبقى مؤهل، إشمعنى تكميم المعدة؟ طيب تكميم المعدة فيها ميزتين، فيها ميزة على الشق الجراحي إن هي عملية، يعني عملية التقنية بتاعتها مش صعبة، يعني ما فيهاش تفاصيل كتيرة زي تحويل المسار، ما بنعملش وصلات بين الأمعاء والمعدة، ما بنخش في تفاصيل كتير. تمام. الشق التاني اللي يهم المريض ان هو ما بيحتاجش يمشي على فيتامينز فترات طويله قوي من حياته، ما بتغيرلوش في نوعيه، ما بيحتاجش ياخد ادويه فترات طويله قوي من حياته، يعني لا تتعارض مع اللايف ستايل ان هو يقعد بقى مضطر طول عمره يمشي ملتزم على حاجات معينه فيما يخص الادويه. طب لو هو جه بقى صريح معاك يا دكتور وقال لك اصلا موضوع ان انا التزم بحاجه دي لفتره طويله، الاستمراريه دي انا عندي فيها مشكله، يعني ممكن شهر التاني اوقف، انسى ظروف شغلي ظروف حياتي. دايما بنقول ان العيان اللي ما عندوش قابليه ان هو ينتظم على الفيتامينز او على الادويه او الحاجات اللي ممكن تعوق عمليه تحويل المسار بيبقى مسؤولين اكتر ناحيه تكميم المعدة. اوكي، طب انا عايز اعرف بقى العمليه دي بتتم ازاي، يعني خدنا كده ثرو ذا ستيبس كلها. طيب اول خطوه المريض بيشرفنا في العياده، بنقيم معدل كتله الجسم بتاع المريض، بنشوف وزنه قد ايه، طوله قد ايه، نحسب البي ام اي بتاعنا، وعلى اساسه بنشوف هل هو فعلا كانديديت انه يعمل تدخل جراحي ولا في حلول تانية ممكن نلجا لها. تمام. لو معدل كتله جسمه قليل بنفكر في حلول، اما انها تكون عن طريق الدايت او انه يركب بالون او. لكن لو الوزن بتاعنا فوق البي ام اي بتاعنا فوق ال 40 او فوق ال 35 وعندنا مشاكل صحيه بنبتدي نفكر في الحل الجراحي. تمام. في حلول جراحيه انتهت ما بقيناش بنعملها زي تدويس المعده، زي حزام المعده، الحاجات دي كلها خلاص بقت يعني من التاريخ. اوكي. في حلول جراحيه بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي زي تكميم المعده، زي تحويل المسار. في حلول جراحيه لسه تحت الدراسه عشان دايما بنسال السؤال ده. العمليات اللي زي الساسي والسادي والثنائي التقسيم كل ده اندر ريسيرش لسه ما اتطبقش، ما فيش حاجه لم يتم الاعتراف بيها كعمليات نقدر يعني نعملها لمريض ونكون يعني ابروفد ان دي هتفيده على المدى الطويل. اوكي. عمليات مش مضره بس لسه عليها جدل طبي، لسه عليها جدل ولازم المريض يمضي كونسنت معينه ان هو عارف كل الريسك بالمخاطره بحياته. بالظبط. طيب انا دلوقتي معانا فيديو مهم جدا جدا بيشرح العمليه بتتم ازاي يا دكتور، وعايزه تسمبليفاي الموضوع وتبسطه جدا جدا للمشاهدين. طيب العمليه باختصار احنا بنعمل حاجه اسمها قص طولي للمعده او أوكي. تكميم المعده او اللي هو يقولوا عليه دايما قص المعده. قص المعده ده عباره ان احنا بنعمل قص طولي للمعده، يعني بنقص المعده من بدايتها لحد قرب البايلورس او اللي هو عضله البواب اللي هي عند مخرج المعده. اوكي. خلاص عن طريق فتحات في البطن، واحنا دايما يعني دايما بناكد ان احنا بنعملها بطريقه مختلفه شويه. احنا بنعمل حاجه اسمها ريديوس بورت تكنيك او تكنيك الثلاث فتحات، ان احنا عن طريق فتحات قليله في البطن ما نحتاجش الفتحات الكتيره، بنستأصل الجزء اللي هنشيله من المعده. اوكي. والجراحه ما تاخدش وقت، يعني نتكلم في وقت الجراحه كله بين لها تراوح من نص ساعه لساعه الا ربع من اول بدايتها لحد نهايتها، ودي حاجه كويسه جدا ان العمليه ما تاخدش وقت كبير، رغم ان العمليات الجراحيه اللي كانت مختصه بالجراحات المعده في تاريخها كانت بتاخد وقت طويل جدا، وده اللي ده كان بيأثر على البيشنت، بيأثر على المريض طبعا، وقت تخدير اطول، كانت جراحه ما كانتش منظار، بيعرضوا لانفكشن طبعا، انفكشن، وممكن يجيله فتق مكان العمليه، ممكن يجيله مضاعفات، ممكن يضطر يقعد في المستشفى يوم واثنين وثلاثه. احنا بنتكلم على الجراحات الفاست تراك سيرجري، يعني ان العيان بيخش المستشفى في وقت قليل بيعمل عمليه، في وقت قصير بيكون في بيتهم يوم او اثنين بيرجع يمارس حياته، بنقول للعيان ممكن بعد يومين او ثلاثه ينزل شغله. لا ثانيه واحده يا دكتور احمد بقى، يعني انا اعمل العمليه دي واقعد يومين وانزل اشتغل عادي؟ طبعا
طب والفتحات اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت المنظار؟ بعد يومين او ثلاثه بنكشف الجروح دي، ما نغيرش عليها تاني خالص. يعني اتعامل عادي جدا، مش هاخد بقى اجازه من شغلي 10 سنين مثلا واقعد في البيت وكل الكلام ده؟ طبعا انت كمريض مش محتاج اكتر من يومين او ثلاثه عشان ترجع للشخص الطبيعي اللي بيقدر يروح ويجي. تمام، طالما انك التزمت بالتعليمات اللي احنا بنقول عليها تقدر تنزل تخرج تسافر تروح تيجي تعيش حياتك عادي. مرضى كتير بيجوا لنا من بره، بيجي يعمل عمليه يوم وتاني وتالت يوم يبقى في بلدهم عادي. اوكي، العمليه يعني تسهيلا على الناس هي عمليه ريستريكتيف، بتعتمد على تقليل كميه الاكل. لما بنعمل القص الطولي ده كميه الاكل بتاعنا بتقل، وبالتالي انت كمريض متوقع انك اول شهر تنزل من 9 ل 15 كيلو. أوكي. وبعدين كل شهر بننزل من 4 ل 7 كيلو، بحيث ان انت ممكن خلال اول 6 شهور تنزل لك حوالي 30 كيلو. طب الدروب ده مثلا بيحصلش تهدل، يحصل مشكله؟ لا، الميزه في جراحات السن ان العدد النزول مش سريع. انا مش بعمل عمليه، العيان دلوقتي العمليه بيخرج من عمليات بنفس وزنه. اوكي، بياخد وقت تدريجي عشان ينزل في وزنه، كأنه واحد عامل دايت بس احنا ما بنعملش دايت. طب يشوف مثلا النتيجه النهائيه بتاعت عمليه التكميم بعد قد ايه؟ نسبية. يستنى. دي حاجه نسبيه. ليه؟ اوكي، في عوامل كتيره قوي بتحكم نزول الوزن. بمعنى لما بقول لحضرتك ان اول شهر ينزل من 9 ل 15 كيلو، لا اللي نزل 9 ده وحش. أوكي. ولا نزل 15 ده هايل. يعني يعني مثلا اللي ناقص 9 ما يقولش طب اشمعنى ال 15؟ ليه؟ لان القصه معتمده انت كان وزنك قد ايه قبل العمليه، كان طولك قد ايه قبل العمليه. بمعنى انا دايما بحب بس يعني اقولها بمثال بسيط للناس. عندي مريض وزنه او مريضه وزنها 100 كيلو وطولها 160، بعدها زياده قد ايه؟ 40 كيلو. أكيد. مجازا يعني تسهيلا. واحد تاني وزنه 200 كيلو وطوله 170 سنتي. اوكي، يبقى عنده زياده كام؟ 130 كيلو. تمام، المريضة اللي كان وزنها 100 كيلو عندها 40 كيلو زيادة، لو نزلت في أول شهر 10 كيلو هي أحسن من المريض اللي وزنه 200 كيلو لو نزل 20 كيلو، لأن لو بنحسبها نسبة وتناسب هي كان عندها زيادة 40 نزلت 10 كيلو، يعني نزلت ربع اللي المفروض تنزله. أوكي، بينما اللي كان وزنه 130 نزل 20 كيلو، في ظهر أمر ده نزل 20 كيلو، بس هو أكشولي ما نزلش خمس الوزن بتاعه. يعني هو كل ما الوزن بيزيد كل ما بيبقى فيه سرعه في الدروب بتاع الويت، الدروب بتاع الوزن. عشان كده دايما بقول للمرضى ما تقارنش نفسك بغيرك. دايما الهاجس يعني انا صاحبي عمل العمليه فنزل في اول شهر 30 كيلو، ما ينزل. كل جسم وليه طبيعته. تمام، الرجاله معدل حلقهم احسن من الستات، دي حقيقه. مش عشان الكتله العضليه اللي عندهم، الكتله العضليه اللي عندهم. كل ما تبقى المريض نشيط وبيتحرك وبيروح وبيجي وبيلعب رياضه بدري، كل ما هيقدر ينزل في وزن اسرع. كل ما يتقدم بين العمر كل ما معدل الحرق بتاعنا بيبقى وحش. تمام، ما اقدرش اقارن حرق مريض عنده 19 سنه او 20 سنه بمريض تاني عنده مثلا 60 سنه وبطالبه انه ينزل نفس معدل النزول اللي بينزله مريض تاني وزنه 20 سنه. طب ومريض السكر من الايكويجن دي كلها؟ احنا معانا برضو فيديو مهم جدا هنقارن ما بين التحويل والتكميم، بس عايز اسال السؤال ده، مرضى السكر دي مناسبه ليهم ولا لا؟ تناسبهم بس مش هتدي نفس النتيجة اللي بنشوفها مع مرضى يعني اللي بيعملوا تحويل مسار. يعني تكميم معدة عملية هايلة وهتساعد المريض اللي عنده سكر انه يتخلص من يعني من السكر بنسب. يعني هنتكلم لو هنتكلم بقى بأرقام 87% من الناس اللي بيبقى عندهم سكر من النوع التاني اللي بيعملوا عملية تحويل المسار بشرط انه يكون ما يكونش ضالع في السكر، يعني ما يبقاش بقى له 20 سنه و15 سنه، بتتكلم اللي هو بقى له 10 سنين، بنتكلم في 87% منهم معدل السكر عندهم بيروح. اوكي، ونسبه كبيره ما بتاخدش ادويه. بينما الناس اللي عندهم اللي عاملين تكميم معده لا، بنتكلم في نسبه بتوصل لحد 70% منهم. وفي حاجه كده يعني راح ناخد شويه في تفصيله علميه، في حاجه اسمها السي بيبتايد. السي بيبتايد ده تحليل بنعمله للمريض قبل العمليه لمرضى السكر. تمام، المفروض ان ليه معدل طبيعي او رقم معين، لو الرقم ده اقل اللي طلع النتيجه بتاعته ده قل عن 3. ايوه، قل عن 3 هيحصل ايه بقى؟ يبقى المريض ده لو عمل عمليه تحويل مسار خلاص مش متوقع ان هو يستفيد قوي او يتحسن سكر عنده. بينما لو الرقم ده فوق الخمسه لا، المريض ده بنسبه كبيره هيروح منه السكر. يعني كل حاجه كالكوليتد ومحسوبه. بالظبط. فاختيار نوع العمليه معتمد على الفحوصات اللي حضرتك هتعملها، معتمد على طبيعه اكلك وشربك، معتمد على مدى قابليتك لما بعد العمليه. تمام، هتقدر تتقبل انك تاخد فيتامينز، هتقدر تاخد، تقدر تتقبل انك تقدر تعيش على اللايف ستايل بقى الجديد، وتقدر تمشي على المعايير دي ولا انت لا؟ كده، هل انت مدمن سكريات؟ هل هتضطر بعد العمليه انك اكلك كل اكلك سكريات؟ هترجع تزيد في الوزن ولا العكس؟ يعني الموضوع كله بيقف على البيشنت سيلكشن. ويمكن دلوقتي احنا معانا الفيديو ده مهم جدا يا دكتور، بيوضح بقى ما بين التحويل والتكميم. انا عايزك تشرح لنا تفصيلا كده وبطريقه سيمبل للمشاهدين الموضوع. اختصارا احنا عندنا عمليتين، واحده
تقع تحت دايرة الريستريكتيف سيرجري او الجراحات اللي هي معتمدة على تقليل كمية الاكل، هي الاول واحدة. اوكي. والتانية اللي هي التحويل الكلاسيكي اللي احنا شايفينها في الصورة اللي تحت، والتالتة اللي هي التحويل المصاب. تمام. تكميم ده حاجة اسمها قص طولي المعدة، شايفين زي احنا شايفين خط كده بينزل بس قص الجزء اللي على اليمين ده كله. اوكي. احنا كده حولنا المعدة لكم. كمية الاكل قلت، بالتالي انت مش هتاكل كميات اكل كتيرة، الهرمون الجرين اللي بيطلع من المعده اللي هو بيحسسك بالجوع مش هيطلع، فمش هتحس بالجوع. اوكي. العمليه اللي بعديها الرون واي جاستريك باي باس او التحويل الكلاسيكي، وده التحويل التاريخي. لو كنا بنعمل جيب مصغر صغير جدا من المعده فوق، وبعدين نيجي بعد الاثنى عشر بمتر نروح قاصين الامعاء، وبعدين ناخد الجزء اللي تحت نوصله فوق، عباره عن وصلتين، يعني وصله ما بين المعده والامعاء ووصله ما بين الامعاء والامعاء. ودي الى حد ما يعني ما بقتش واخده وضعها قوي زي زمان، يمكن لسه في اوروبا في امريكا لسه ليها وضعها، انما في مصر هنا مش شايعه قوي لانها عمليه تقنيا صعبه. وتحويل المصغر اللي هو احنا بصدده دلوقتي واللي اثبت نجاح عالي جدا دلوقتي، احنا بنعمل جيب طولي برضو من المعده شبه بتاع التكميم. أوكي. وبعدين نعمل وصله ما بين الامعاء والاثنى عشر على بعد 2 متر. تمام. طب انا عايز دلوقتي، هو مكتوب ذا بنفيتس او مميزاتها، المميزات هي هي ولا بتختلف؟ تاني مريض عنده سمنه مفرطه نساله ثلاث اسئله. ايه بقى؟ دايما بقول لكل المشاهدين عندي تعرف ثلاث اسئله تسالهم نفسك، انت مدمن سكريات اه ولا لا؟ اوكي. عندك ارتجاع في المريء اه ولا لا؟ تمام. مريض سكر من النوع الثاني اه ولا لا؟ لو جاوبنا على الثلاث اسئله دول هنعرف تختار العمليه الصح. عندك حاجه من الثلاثه دول خليك احسن ناحيه تحويل المصاري. طب الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم فيها اللي ينفع لها التكميم من سن كام؟ احنا جراحات السمنة عموما تبدا من 12 سنه، وبنتكلم في ناس بتقول من 10 سنين و11 سنه لحد 68 سنه. يعني ممكن 12 سنه نعمل له العمليه وما ياثرش على النمو وما ياثرش على اي حاجه؟ ياثرش عليه تماما. احنا بنتكلم على التكميم. التكميم وبقى دلوقتي بيفرض في يعني في الدورات العلميه ابحاث عن جراحات السمنه في الاطفال. ايه اطفال بمعنى ايه بسن كام؟ هو بيتكلم 11 و12 سنه والنتائج بتاعتهم على اللونج ران، وازاي ان دول يعني بيبقى ده فارق جدا في حياتهم، وان ازاي ان انت طفل يبقى عنده سن زي ده تقدر تعمله تدخل جراحي. احنا بنشوف اطفال عندهم يعني بيبقى في اطفال توصل ل 150 و200 كيلو في السن ده. 200 كيلو في السن ده؟ طب ما دي اول حاجه هيجي في بال الناس، ده جيناتيك، ده وراثي اكيد، العيله كلها كده اكيد، ده مش من طريقه اكله. مجازا افترضنا ان هو شق وراثي او ان هو قصه كده، ليه حل؟ ودي بقى نقطة مهمة، إن من 20 سنة ما كانش فيه حلول، كان المريض اللي عنده سمنة مفرطة ده ما عندوش حل غير إنه يعمل دايت. أوكي. الموضوع محكوم بقى بالإرادة وبالحالة النفسية بتاعة المريض، اللي إحنا دلوقتي بنقدم لك يعني هدية على طبق من ذهب. أنت في إيدك إنك تعمل إجراء يقدر يوصلك للوزن المثالي من غير ما نخش في الهسل بتاع نعمل دايت، لا النهارده التزمت باللايت شهر شهرين ورجعت لخبطت في الاكل تاني فرجعت ازيد تاني. بعدين دايما المشكله الازليه اللي عندنا كلنا ايه بقى؟ ان احنا ما بنقدرش نلتزم على فترات طويله بنظام دايت وبنظام اكل. معظم الناس اللي بتتابع نظام دايت يقول لك انا عملت دايت شهرين ثلاثه ونزلت جدا في الوزن، بس اول ما وقفت الدايت اللي نزلته باليمين رجعت تاني يمكن اسوء. للحديث البقية الدايت ده بيعمل مشاكل. لا ده اليويو دايت ده احنا كلنا عايشين عليه، قاعدين كل شويه نزيد ونقل نزيد ونقل. للحديث البقية، وانت نورتني النهارده يا دكتور احمد، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر استاذ دكتور احمد نبيل الحوفي، مدرس الجراحه العامه كليه الطب جامعه عين شمس، استشاري جراحات السمنه المفرطه والمناظير، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه المفرطه، وعضو الجمعيه المصريه لجراحات المناظير والسمنه المفرطه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.